ارباحنا من اليوتيوب. طبعا ابراهيم عم يشاركنا الحكي فيديو اليوم عن ارباحنا من اليوتيوب. طبعا نحن صارلنا سنة كاملة فاتحين القناة ويعني اي ارباح تدخل لنا من القناة نحن نحطهم بالمطمورة، عندنا مطمورة حاطين فيها ارباحنا من اليوتيوب. فاليوم نحن حنفتحها يعني ونقول لكم كم عندنا، يعني كم ارباح اليوتيوب جاتنا، ويعني فتابعوا الفيديو للاخير مشان تعرفوا يعني كل الاشياء وكم في بالمطمورة. فهلا قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، تضغطوا على جرس التنبيه عشان كل ما ننزل فيديو جديد يصلكم اول باول. بس خلونا هلا نبدا الفيديو. وهاي هي المطمورة، وهنا جبنا عدة مشان نحاول انه نفتح فيها المطمورة. هلا حنحاول نفتح المطمورة. هاي هي كبيرة بالعدات، هاي بالعدات رح نفتح المطمورة. ابراهيم اقوى شيء، شوفوا ابراهيم شو جايب مطرقة. هلا حنحاول نفتح المطمورة بهدولة. لا وخري وخري، مو هيك نقصرها، يعني نقصرها. لا عم نفتح. لا او ماي جاد. اوه ابراهيم سريع قصريها. ابراهيم بمساعدة بابا واخيرا. وهلا نحن نشوف كم فيها. ما شاء الله يلا خد راسك، كسرنا الدنيا معك. هلا نحن حنعد المصاري هذول كلهم الارباحنا من اليوتيوب. يا جماعة 100. طيب يلا يا مية. 10 بسم الله. 10 5 10 5 15. هيا رب جهاز 15. واحد لحال، وانا هلا عم بفرز الريالات. ويعني هذول الفلوس كلهم من ارباح اليوتيوب اللي ضللنا فيهم سنه. هذول ارباح تعبنا على المونتاج، و انه هذول حننبسط فيهم. ونحن هذول شو حنعمل فيهم يا حذركم؟ حنشحن.
هنشحن فيهم. طبعا احنا هون مفرزين الريالات الخمسة العشرة. نحن ولا مرة يعني شحننا روبوكس ولا مرة. هون مفرزين كل واحد حال ريالات الخمسين. بنت الخمسين بالتسلسل خمسة ريال خمسة هاي مية. هلا نحن عم نكمل. هدو شوف هدو هيها هكي كاس وانا خشب نفسح اللي شعمل لا قول يعني حطيه شتول بابا كستول. طبعا هون في 500 وفي 100 بعدين في 50. هون محمد عنده شغل اللي هو انه يعمل الريالات. شو بيقولوا له؟ درج ريالات. هلا انا لسه عم بعمل فيهم. نحن ما قررنا ما لازم نعد. ابراهيم شوفي بس انه مو لازم نعد هيك طلع معنا. اوه والله ايدي ما عاد تستحمل. طبعاً. انا ماني مستحمل بدي اخذ هاي. هاي. ايوه هيك. الله. الماك. كانت فكرة سيئة. ايوه هيك. مو لازم شكلهم يكون يعني حلو مرتب. خليهم هيك عادي. بالموضوع نحن ليش نكتبهم يعني كل هذا لابد نرتبه ونتعب. مو لازم نرتبه هيك طلع معنا. بنصح الكل يساوي قناة ويعني إذا سويتوا قناة عادي إذا تعبتوا هيك إنه يعني نحن تعبنا على قناتنا واشتغلنا كتير بالمونتاج وبالأخير يعني كتير انبسطنا على أرباحنا من اليوتيوب. يعني نحنا يعني كتير حلو. بنصح الكل يساوي قناة عادي إذا أول شيء بتتعبوا بالأخير يعني بتفرحوا نفس ما نحنا تعبنا المونتاج. الما كنت بتذكر أول فيديو لقيت كتير مضحك تبع التعريف على النفس. نحنا ما منطح تحكي عملنا ما بحكي مع أحد مع الكاميرا متابعيني حلوين. هلا نحن قربنا انه نخلص وبعدين ما راح نحسبهم ان شاء الله نبسط فيهم. في من هدول ما بعرف شو بيساوي لسه. محمد لسه عم يرتبهم. بتوقع انه هدول كثير صعبين كثير تبعت المصاص وال إبراهيم معتمد على رقصة التابوت. التابوت كلكم تعرفوا. هذا ريالين. شكرا. أوه ماي جاد ضربت رجلي بالكرسي. يعني اول شيء نسويهم هيك وبعدهم وبعدها نحطهم فوق بعض. ابراهيم مستمتع عم يلعب ما عم يعرف شو عم يساوي فيلعب حتى ما عم يعرف شو عم يلعب. وهي ارباحنا من اليوتيوب ونحن ما راح نعدهم. ف بابا وماما واعدينا انه نحن يعني بس نجمع فلوس كتير من راح نشحن روبوكس. فانتظرونا بالفيديوهات الجاية ويعني نحن هيك وعم نشحن وعم نسوي شخصيات معكم ويعني هيك راح نسات عمل. هاي هي طبعا نحن صفتناهم وزلناهم. بس هاي نهاية الفيديو.
شاء الله عجبتكم لا تنسوا اللايك والشير وسبسكرايب وفعلوا جرس التنبيهات عشان كل ما ننزل فيديو جديد يوصلكم. بس هلا باي.